انا اسف في اللفظ، ماشيين خيار وفقوس. في ناس ما بتكملش سنه وبيتعمل لها محضر مجلس اداره عقودها مؤقته، واحنا هنا اللي ماشي في السنه العاشره واللي ماشي في السنه السادسه احنا زي ما احنا. حتى المكافات السنويه ما بناخدهاش، الحافز الشهري ما فيش اي حاجه بناخدها. في هنا خيار وفقوس، في ناس بتدوا قربة للبشمهندس عادل بيتعمل لها عقود محضر. احنا المواتب في الاصلاح الزراعي، تخيل ان واحد في الاصلاح الزراعي يكون معين على حساب جاري الجمعيات بقاله سنتين وحال على المعاش ما يوصلش راتبه 600 جنيه. 600 جنيه تكفيه معاه 5 6 افراد، معاه بنتها تتجوز، معاه عيل في كليه، معاه عيل في جيش. ده رواتب الاصلاح من اصعب الرواتب على مستوى مؤسسات الدوله، ما فيش رواتب نهائيه، اعتبرها رواتب معدمه. معلش صديق، انا الناس الموجوده في اعتصام حاليا فئات، الفئات دي مكونه حساب جاري جمعيات ومؤقتين ريفورم، في مؤقتين على حساب هيئه بياخدوا 45 جنيه كل 45 يوم مستدامين. في ناس لها 3 سنين بتاخد 45 جنيه دي بالظبط كل 45 يوم، غير الناس اللي على المجمع حاليا، مع الناس ما بتعديش 300 400 جنيه. ماشي، عاملين لنا عقود جديده، عاملين عقود جديده. ماشي، احنا لنا 5 سنين. ماشي، وقال احنا نعمل لكم عقود كل دقيقه، ويعمل لكم عقود، اعمل لكم عقود. راح عملنا عقد بسنه تامين وعلى اسم واحد، ومش على الهيئه وعلى اسم واحد. بس واحد وجمعيه الجعايد، هيئة الإصلاح بيجونا من مصر، حضرتك بيجينا من مصر، من الهيئة بيجوا حضرتك يقعدوا 5 أيام عندنا هنا حضرتك، مقيمين أكل وشرب، وبنقدم لهم مطالبنا إن إحنا عايزين نتثبت. أنا النهاردة عندي 37 سنة ومتجوز ومعايا عيلي، بعول عيلي، وفي ناس عندها 40 سنة، وفي ناس 42، وفي ناس عندها 45. يعني الأخ أي واحد فينا دول من الناس زملاتنا، حضرتك هيتثبت ومات لما نطلع على المعاش؟ ده ما ينفعش. إحنا طلبنا الوحيد اللي إحنا بنطلبه بيه ان احنا نثبته، لا اكتر ولا اقل. احنا ده اللي احنا عايزينه، ده مستقبلنا ومستقبل عيالنا. رافعين قضيه حضرتك لينا اكتر من شهرين، وبناء عليه المحامي بتاعنا راح مكتب العمل، بص شاف العقد بتاعنا اللي جه لقانون 12 سنه 2003 بينص على الاتي: مكافأة سنوية، حافز شهري، زيادة شهر 7، زيادة شهر 1، بدل وجبة، بدل الأعياد والمناسبات، ده كله ما بناخدهوش إطلاقاً. وده دليل، أكبر دليل على فساد مكتب العمل عندنا، ده البشمهندس عادل عبد الجواد بعته لي 6 من مكتب العمل بياكلوا عندنا في المطعم بتاريخ 23/2 على حساب المجمع. المكتب العمل مرتشي، لا ما فيهوش حاجة، ده دي ورقة ودي صورة الشيكات حضرتك، أنا جبتها من الدفتر. 6 ربع مشكل، 6 ربع مشكل، ومية ومناديل، و6 كولا كنز.